مستمعاتنا كنرحب بكم، كنرحب بكل وحده فيكم اخواتي الكريمات يا امسا، ومع الدكتور عماد دائما دكتور الصيدله والدكتور الاختصاصي في العلاج وفي التداوي بالاعشاب. مريم الدار البيضاء كتسلم علينا، شكرا لك مريم، وكتقول لك دكتور عماد انها عندها ضعف في الاباضه وخلل هرموني وبغات كدكتور تعطيها شي محفزات عليها. شكرا. نعم، ونديرو باختصار باش نطرح عليك اسئله كثيره. الله يكثر خيرك. نعم، فالاخت هنا اللي صيفطتنا كما كنقولوا الاس ام اس، الا كانت كتعاني الاخت مريم، الا ما كانتش كتعاني من حتى شي مرض، مشات عند الطبيب او الطبيبه قالت لها ما كاين حتى شي مشكل، فالمساعده كيمكن لها تاخذ السلميه اللي غادي تاخذ منها واحد الخمسه ولا سته ديال الورقات، غضيف لهم كاس كبير ديال الماء مغلي حتى يطلق مزيان، كما جرت العاده خمس ايام قبل ما تجي العاده الشهريه تاخذ هذا الكاس هذا كل نهار في الليل، ومن تجي العاده الشهريه تحبسه وتداوم عليها واحد المده ديال 3 شهور. اذن عليها بالسلميه. السلميه نعم. شحال مره في الاسبوع؟ اذن تاخذ السلميه، تاخذ منها خمسه ديال الورقات، وقلنا تزيد عليهم الماء الطايب كاس كبير، وغادي تستعملها مده ديال خمس ايام قبل ما تجي العاده الشهريه وتقطع، ومن بعد مده ديال 3 شهور تداوم على هذه العمليه. إذا هذه كتخاد قبل العادة الشهرية، قبل العادة الشهرية، قبل دم الحيض. نعم. ولكن يعني منين كتمشي دم الحيض السيدة كتساعد أنها يوقع لها واحد الهرمونات يتقادوا لها، حيت كنعرفوا أن السلمية فيها مواد اللي كتساعد ملي كيكون الخزان الهرمونات. أنا باقي. نعم. كنعاود ماشي ما كاينينش. نعم. ملي كيكون الخزان ديال الهرمونات ففيها مواد اللي كتساعد أنها كتوازنوا. طيب، على ذكر هاد الأعشاب اللي كتستعمل للخصوبة للحمل عند السيدات، واحد السيدة يلاه مؤخرا قالت لي الريحان والعسل هائل المفعول ديالو، جرباته السيدة، عطاتني شهادة وكتقول لك أنا جربته وقدرت نحمل به. وانت دائما دكتور عماد كتقول لنا ابدا يعني راه الحشوب راه ما كاينش عندها مفعول. واش الريحان فعلا يقدر يساعد؟ الريحان علاش؟ الريحان فيه مواد مضاده للبكتيريا، فيه مضادات اكسده، الريحان كذلك فيه مواد اللي كتحفز الدوره الدمويه. فهادو ثلاثه ديال الحوايج الا كان عندنا الهرمونات في الجسم ديالنا، لحقاش الا ما كانوش الهرمونات ما كاينش من غنجيبوهم من النباتات. الا كان عندنا هرمونات في الجسم ديالنا فهاد المواد هذه كتساعد، زائد واحد زائد كبيره ديال العامل النفسي. انا الانسان ملي غادي ندير واحد الوصفه وكنقول انا هاد الوصفه غادي تساعدني على الانجاب، كما كنقولوا الحافز النفسي بسيكوموتور، يعني اش كيدير واحد 70% بعدا كنتحفز نفسيا، وهذا من العظمه ديال الله سبحانه وتعالى ان الجانب النفسي كيمكن له ياثر لنا ايجابيا او سلبيا على الصحه ديالنا. فهذا بين قوسين. عندنا سؤال ديال نجوى دائما على رقمنا 5590، نجوى من مكناس كتسلم علينا، شكرا لك نجوى. كتعاني من بقع بيضاء والكلف ومشات لعند الطبيب وقال لها بان هذه البقع ديال الشمس. شكرا لكم، اش تنصح دير دكتور عماد؟ اذا شنو ننصح الاخت؟ غادي نقول لها انك غادي تستعملي الزيت ديال الخيزو، يعني الزيت ديال الجزر اللي غتاخذ منها معلقه كبيره، وغادي تزيد لها الزيت ديال الارغان الجميل اللي غتاخذ منها معلقه صغيره. اذا زيت الجزر اللي غتاخذ منها معلقه كبيره، وزيت الارغان ديال الجميل اللي غتاخذ منها معلقه صغيره، غتخلطهم كاملين تيتخلطوا مزيان، وغدهن بهم في الليل، ماشي في الصباح، في الليل دهن البشره ديالها، تخليهم مده ديال نص ساعه ثم تمسح هاد البشره ديالها. هاد العمليه غادي ديرها ثلاثه ديال المرات في الاسبوع وتداوم عليها مده ديال 3 شهور. نسرين من سلا دائما على 5590 كتصبح علينا، شكرا لك اخت نسرين، وكتقول لك دكتور عماد بغات وصفه لتصفيه الوجه وتبييضه جزاكم الله خيرا. اذا تصفيه الوجه والتبييض، فغادي نقولوا الوصفه اللي ذكرنا في الاول ديال الحلقه، الساعه الاولى، الساعه نعم. فغادي ناخذوا الكرافس اللي كنقطعوهم مزيانين، ومن الاحسن كنقطعوا الكرافس بالجدر ديالهم، كناخذوا جوج معالق كبار من الكرافس المقطعين كنديرهم يطبخوا في نص كاس ديال الماء كبير. ملي كيطبخوا مزيان كنصفيو داك الماء، كنضيفوا لهم خل التفاح وعصير البرتقال. اذا خل التفاح وعصير البرتقال، كنضيفوا خل التفاح معلقه صغيره ديالو،
وعسل البرتقال كنضيفو مع القصيره كذلك في قيام التساويه بحال بحال. كنخلطوا هذا الخليط هذا مزيان، كنديروا فواحد القريعه، كنخليوه يبرد، كنوليو كنمسحوا به وجهنا في الصباح وفي الليل، كنخليوه واحد المده ديال ما بين نص ساعه حتى ساعه ماشي مشكل، ومن بعد كنمسحوا وجهنا. نعم هذه العمليه كنداوموا عليها وكنخليوها كنداوموا عليها على الاقل واحد المده ديال شهر ونص حتى شهرين. حنان من بني ملال كتبت لنا رساله اس ام اس كترغبني فيها باش نوصل لك سؤالها. وطبعا حنان حنايا كنطرحوا كل الاسئله للدكتور عماد دائما في الوضوح اللي معودينكم عليه في البرنامج. كتقول انها مشات لازرو تشري زيت الارز تشربها لولدها وقالوا لها راه خايبه لدراري صغار، عفاك عفاك جاوبوني. حنا ما عرفناش السن ديال الابن ديالها او الابنه. نعم فابتداء من خمس سنين او ست سنين كنا ناخذوا زيت الارز، ولكن الاطفال اذا زيت الارز كناخذوا منها معلقه صغيره اللي كنعطيوها لهم كل صباح الوليدات من خمس سنين حتى ل 10 سنين، من 10 سنين حتى ل 13 عام كنعطيهم معلقه صغيره في الصباح بعد الفطور، ومن 13 عام يعني حتى الفم فما فوق فكناخذوا معلقه صغيره في الصباح ومعلقه صغيره في الليل بعد يعني بعد الفطور وبعد العشاء. هذه العمليه كنداوموا عليها كما قلنا واحد المده ديال شهرين، ولا بغينا نعاودوا خصنا ضروري اننا نرتاحوا واحد المده ديال شهر عاد نعاودوا هذه الوصفه هذه. والزيت هذا قلنا زيت الارز، واذا كان عندنا الروح ديال زيت الروح ديال الارز كما كنقولوا فكناخذوا 10 ديال النقيطات في معلقه كبيره وكنديروا نفس العمليه اللي قلنا في الاول. حفيده من خنيفرة كتبت لنا رساله فيها كنشكر الدكتور على الوصفه ديال الحليب والقرفه والكوزه مزيانه بزاف. اش تقول لحفيده من خنيفرة؟ نقول لها شكر لك اختي، وهذا انت راه كتعطينا دليل كما كنقولوا، وهذا الشيء راه التشجيعات ديالكم هي اللي كتعاوننا وهي اللي كتجعلنا اننا نزيدوا القدام الحمد لله. ليلى من الدار البيضاء كتقول انه في الطول عندها 1.76 والوزن 55 كيلو، بغات منك دكتور عماد شي وصفه الغلد. عندنا كذلك الاخ الحسن من طنجة اللي كيقول لك انه المشكل ديالو هو انه نحيف ضعيف بزاف وبغى من عندك شي وصفه ديال زياده الوزن. ميرسي بوكو. عندنا كذلك الاخت ساره من مراكش واللي كتطلب منك، هي عندها المشكل ديال بطن يعني العكس، ولكن عندنا واحد الاخت من اكادير اللي كتقول لك انها بغات شي حليب اللي يزيد في الحجم ديال الرجلين، التغليظ ديال الرجلين. فاذا الزياده في الوزن باش تنصح المستمعات والمستمعين، وطبعا وتحيه لكل المستمعين اللي كيبعثوا لنا كذلك برسائل الاس ام اس دكتور عماد. شكون لهم ونسرعوا شويه. نعم ما زعنا جوج الاخوات على الخط. بالنسبه لزياده الوزن غادي نعطيو واحد جوج نبتات اللي كيرفعوا الشهيه اللي كيساعدوا في فتح الشهيه، وكذلك كيساعدوا في دوك التوازنات اللي كتكون في الجسم ديالنا، لا بالنسبه للاكل لا بالنسبه للجسم باش كيتوازن. اذا غادي ناخذوا الزعتر والحبق، اذا الزعتر والحبق كناخذوا منهم معلقه صغيره معلقه صغيره، كنخويو عليهم كاس كبير ديال الماء مغلي، كنخليوه حتى يطلق، كناخذوا كاس صغير نص ساعه قبل الاكل في الصباح في الغداء وفي الليل، ونداوموا عليها مده ديال 3 شهور. بالنسبه للاخت اللي بغات تكبر بعض المناطق كما كنقولوا، غنديروا واحد الوصفه مغايره للوصفات اللي كنا كنعطيو. اذا غناخذوا الزيت ديال اللوز الحلو، كدير بها المساج هو الاول، حتى كدير بها واحد المساج مده ديال 10 ديال الدقائق، ثم كدير هذا الماسك. شنو هذا الماسك فيه؟ فيه التفاح والمكور محكوكين بجوج، اذا التفاح والمكور محكوكين بجوج اللي كناخذوا منهم 3 المعالق كبار، وكنزيدوا لهم معلقه كبيره ديال العسل الحر. اذا هذا الخليط كنخلطوه كامل وكندهنوه في دوك البلايص اللي بغيناهم يزيدوا في الوزن ديالهم، وكنخليوهم مده ديال نص ساعه ثم كنغسلوه. هذه العمليه كنديروها نهاريه ونهار لا، وكنداوموا عليها مده ديال 3 شهور. عندنا سؤال ديال سلمى من الدار البيضاء اللي كتقول لك انها كتاكل نافع حب من بعد كل وجبه، واش فيه شي مضره؟ ما فيهش مضره، ولكن اختي النافع من الاحسن انك تطحنيه وتغرب ليه في الغربال الرقيق، لان كاين بعض داك الفتات اللي كيبقى صعيب شويه على الجهاز الهضمي، ويمكن لك تستعمليه ماشي مشكل. غير طريقه الاستعمال ديال النافع، غادي نطحنوه نغرب له في غربال الرقيق، كناخذوا منه نص معلقه صغيره، كنضيفوا ليها كاس صغير ديال الماء مغلي حتى كيطلق مزيان،
ونشربوا هذاك الكاس الصغير واحد نص ساعه بعد كل وجبه ماشي مشكل. رساله من عند سميره من اكادير كتقول لك انه عندها تونيا متحت رجليها وكتقشر باش تفيدها. اذا غتاخذ زيت الكبريت تاخذ منها معلقه كبيره، تاخذ زيت الثومه اللي غتاخذ منها معلقه صغيره، وزيت البصله اللي غتاخذ منها معلقه كبيره. غتخلط هذا الخليط كامل، ومن بعد ما تغسل رجليها مزيان تنشفهم ودهن بهذا الخليط هذا، تخليه مده ديال ساعات ثم تمسحو، داوم عليه كل نهار مده ديال شهر. عندنا لمياء من اكادير كتسولك على مشكل الروماتيزم، باش تنفعها دكتور عماد؟ اذا الروماتيزم كما كنعرفوا المساعده باش الالم، اما اذا كان المشكل من الداخل فضروري انها تشوف اختصاصي. فالمساعده من الداخل كنديروا الوصفه اللي كناخذوا فيها كافوره بلديه، زيت الزيتون او زيت العود اللي كناخذوا منها كاس صغير، وزيت الزعفران الحر اللي كناخذوا منها معلقه صغيره. كنخلطوا هذا الخليط كامل، كندوبوا في حمام مريم حتى كيذوب وكيتخلط، ثم داك الزيت كندهنوا به الاماكن اللي عندنا فيها هذا المشكل ديال البروده او هذا المشكل ديال الروماتيزم والحريق. خذوا سؤالك باختصار قبل ما نختموا هذه الحصه ديال البرنامج اليوم. تفضلي كريمه. مرحبا. شكرا. بغيت نسول اختك الدكتور عين. نعم اختي. يلا مباشره. نعم اختي كنسمعك. ماما كيضرها ظهرها بزاف، كتفورسي على ظهرها الا تشقى شويه ولا هادي صافي كيضرها بزاف، دوزات وكلشي كتشرب الدواء ولكن والو باقي كيضرها. ياك واخا اختي، اذا غادير الوصفه اللي هضرنا عليها من دابا شويه ديال الروماتيزم. ديال الروماتيزم غتاخذ فيها كافوره، تصلح الالم المفاصل عموما فغتاخذ فيها كافوره بلديه، نص كاس صغير ديال زيت الزيتون، وزيت الزعفران الحر اللي كتاخذ منها معلقه صغيره. غتخلط هذا الخليط كامل، ذوبو في حمام مريم حتى يذوب مزيان ويتخلط، ثم تولي كدهن بها البلاصه اللي عندها فيها الحريق. ما يكون عندها باس ان شاء الله اخت كريمه، وردي علينا الاخبار. شكرا لك كثير دكتور عماد، دكتور الصيدله والاختصاصي في العلاج بالاعشاب. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.